5 أعوام ومدينة تعز تعاني حصارا خانقا في منافذ الدخول إليها، ويعاني سكان المدينة صعوبة بالغة في التنقل، إذ أصبح الخروج من المدينة والذي كان يستغرق أقل من نصف ساعة يتطلب ما يزيد عن 6 ساعات. الدخول إلى المدينة أصبح هو الآخر لا يقل صعوبة عن الخروج منها بسبب الحصار الذي يطوقها، ويجد مسافرو تعز صعوبة في التنقل هذه الأيام عبر الطرقات البديلة التي لجأوا إليها بعد إغلاق ميليشيات الحوثي المدخل الشرقي للمدينة في منطقة الحوبان التي يتمركزون فيها ويحكمون حصارا خانقا على المدينة منذ 5 أعوام. المسافرون كانوا قد استحدثوا هذه الطرق البديلة في مناطق جبلية واعرة ومحفوفة بالمخاطر التي تزداد خلال فصل الصيف بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول في هذه السلسلة الجبلية الواقعة ضمن مديريات خدير والحجرية جنوبية تعز. وقد غدت هاتان المديريتان مناطق عبور للكثير من المسافرين الذين يقصدون مدينة تعز والمناطق الواقعة في الريف الجنوبي والغربي للمحافظة. ويخوضون المسافرون القادمون إلى مدينة تعز رحلة شاقة للوصول إلى الشق الغربي منها، إذ تبدأ الرحلة من منطقة الحبان ثم تتجه صوب دمنة خدير الواقعة في الجنوب الشرقي لتعز، وتنحدر بعد ذلك باتجاه الغرب مغادرة دمنة خدير عبر طرق فرعية. عن صعوبة التنقل من وإلى مدينة تعز والحصار الذي يخنق المدينة منذ قرابة 5 أعوام سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، ونبدأ باستقبال أول اتصالات للمشاركة في موضوع حلقة اليوم. ومعنا الناشطة أمل الصبري والتي تنضم إلينا من تعز وهي محامية وناشطة حقوقية. مرحبا بك أمل. معنا الآن أمل الصبري وهي محامية وناشطة حقوقية من أبناء تعز. مرحبا بك أمل، مساء الخير. مرحبا بك يا أمل. أهلا بك أمل. بداية صفي لنا المعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء الحصار المفروض على مدينة تعز منذ 5 أعوام. عفوا بس لأن الصوت شوية ضعيف عندي، عيدي بس الكلام. نعم أمل، قلت لك صفي لنا المعاناة التي يعيشها أبناء تعز منذ 5 أعوام نتيجة الحصار. نعم أمل. نعم. تسمعيني؟ طيب تفضل. أيوة أسمعك. تفضل. نعم. في البداية يعني أحب أن أشكر كان تأخر كثير. أبناء تعز 5 سنوات تحت الحصار، أستطيع أن أشرح لك معاناة الناس لمدة 5 سنوات الذي عاشوها في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل جماعة الحوثي. طبعا وضع الناس يعني مؤلم 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 جدا. يعني وهم يتنقلون في الطرقات البديلة للطرق الرئيسية، يتحملون مشقة ومعاناة يعني تفوق الخيال. فيما يقارب الـ6 أو الـ7 ساعات يعني إلى أن يتنقلوا من المدينة إلى منطقة الحوبان بدل ما كان طريق 5 دقائق أو 10 دقائق لا يتجاوز حتى 30 دقيقة، الآن أصبح المسافة التي يقطعوها الناس والمدنيين توازي 6 أو 7 ساعات. طبعا وضع الناس والوضع الاقتصادي داخل المدينة مؤلم جدا. الناس يعانوا في الجانب الصحي، في الجانب في كافة جوانب الحياة. نعم. الوضع المعيشي جدا مرتفعة الأسعار نتيجة الحصار التي يعني فرض علينا منذ 5 سنوات. يعني وضع مؤلم جدا. ما أعتقد أنه الكل عارف في معاناة أبناء تعز في ظل الحصار اللي حاصل من جماعة الحوثي.
نعم، مقابل هذه المعاناة الكبيرة. ألو. أمل، نعم أسمعك. أقول لك، مقابل هذه المعاناة الكبيرة التي يعانيها أبناء تعز منذ 5 أعوام على مرأى ومسمع من العالم أجمع، برأيك أمل لماذا يتغاضى العالم عن هذه المعاناة؟ لماذا لا نجد تحركات من قبل الحكومة الشرعية وأيضا من قبل المجتمع الدولي لحل هذا الأمر؟ بالفعل يعني هناك يعني تغييب وتهميش لأبناء محافظة تعز وللمدينة المحاصرة قدر المجتمع الدولي، ولكن هناك يعني من مبادرات محلية تقدمت الكثير من المبادرات المحلية من أبناء محافظة تعز فيما يتعلق في فتح الطرق الرئيسية، وكانت الشرعية يعني كانت يعني لا تعترض. اكثر من هم يعني اصحاب القرار واكثر من هم يعني من يعتبرون اصحاب قرار في فتح الطرقات وفتح المعابر الانسانيه لابناء تعز هم جهات الحوثيين، وهم الذين طاردون الحصار والمعطل الرئيسي والاساسي للمبادرات التي تقدم اليهم لفتح الطرقات. نعم. بالنسبه للحوثيين هناك الكثير من المبادرات كما ذكرت لك قدمت اليهم لفتح معابر انسانيه اقل شيء يعني للمدنيين، لانه حاليا الجبهات القتاليه متوقفه. وبماذا تم الرد عليكم امل؟ الناس يعبرون طرقات مسافات طويله، يقطعون مسافات طويله الى ان يصلون الى منطقه الحوضان او يصلون الى منطقه عدن. الان اصبحت مدينه تعز محاصره كانها يعني من الجهتين، جهه طريق التربه وهيبه العبد والمقاطره، هذه ايضا طريق وعره وطريق يعني مشقه كبيره فيها الى ان توصل المواد الغذائيه وتصل باضعاف الاسعار. نعم. ضعف الوضع الاقتصادي للناس عايشين في تعز، تضاف الاسعار لنتيجه التنقلات البعيده، وتوصل المواد الغذائيه في اسعار مرتفعه جدا. الناس اصبحوا يعني ما عاد يحسوش حتى قوت اليوم انه يتوفر لهم في داخل المدينه تاعنا. نعم، وهذه التحركات امل للمبادرات والتحركات للناس. الاخر هو المعرقل عاده ودائما يعني نحن اشتغلنا على كثير من المبادرات، وحاليا نشتغل على مبادرات تقدمنا فيها لفتح طريق اوفق معبر انساني. نعم. قبل اسبوعين او 3 اسابيع حتى كنا في عمان في ورشه عمل في عمان مع الاتحاد الاوروبي مع منظمه ديبروت، والتقينا بمبعوث الامم المتحده جريفيس وتحدثنا معه عن ونقلنا له معاناه ابناء تعز. نعم. كيف يعانون ابناء تعز وما هي الـ يعني انواع المعاناه التي يعانونها ابناء تعز نتيجه الحصار المفروض عليهم. حتى انه تحدثت وضغطنا عليهم وتكلمنا يعني بكل المعاناه، ووجهنا يعني حتى قرار الاتهام او وجهناهم في اتهام بانه انتم يعني مغيبين في مجتمع دولي ومستخدم مغيبين لتعز ومغيبين للوضع الانساني في تعز، لماذا انتم يعني متناسين تعز؟ نعم، وإلى ماذا توصلتم بهذه التحركات أمل؟ هل توصلتم لشيء؟ هل هنالك أي شيء سيكون ملموس على أرض الواقع؟ والله حاليا نحن نقدم يعني المقترحات ونقدم الحلول الى الطرفين، طبعا نحن تقسمنا المبادره اللي انا اشتغل من ضمنهم تقسمنا الى مجموعتين، مجموعه تلتقي هنا في اطراف الطرف الاخر اللي هم الحوثيين في الحوضان، وتلتقي هنا نحن قد يعني قمنا بكثير من اللقاءات مع قيادات في السلطه المحليه وقيادات في المقاومه، وكانوا يعني في كل مقابله نحن نقابلهم فيها يعني لا يرفضون ابدا فتح طرقات او مناسب انسانيه للناس، ويبدون استعدادهم بانهم مستعدين في اي وقت لفتح اي معابر يعني انسانيه يتوقف عليها الطرفين للعبور او يعني تسهيل الخدمات الاساسيه للناس والتخفيف ايضا من معاناه الناس وتعوضهم عن ال5 سنوات المعاناه في الوضع. نعم، لكن الى الان يعني ما زلنا في لقاءات وفي تواصلات، يعني كل مبادره تواصل من جهتها، والى الان يعني ما في شيء واضح ومكتوب بخصوص انه تفتح طريق معين، ولكن نحن مستمرين في لقاءاتنا مع الاطراف لكي يعني نفتح اقل شيء منفذ واحد، حتى بدانا يعني بخطط مبدئيه، يعني بدانا يعني حتى مبدئيا نطلب من الاطراف انه يعني يفتحوا لنا معبر
يعني حتى وقت يعني وقت محدد من من اليوم حتى قلابة القمامة فقط. والناس الذين يعانون من امراض مستعصيه ومحتاجين يعني للتنقل بشكل اسرع. شكرا لكل التحركات التي تقومون بها أمل. أنتم الشباب من نعول عليهم، ونتمنى أن تصلوا لشيء ملموس على الأرض قريبا. شكرا جزيلا لك أمل المحامية والناشطة الحقوقية من أبناء تعز، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال آخر من محمد عمر وهو أيضا من أبناء تعز. مرحبا بك محمد. أهلا محمد، مساء الخير. مساء الخير جميعا، ومساء الخير للسادة المشاهدين. اهلا بك محمد، تفضل حدثنا عن الوضع في تعز نتيجه الحصار. الوضع في تعز اختصار ضد ما نختصره بكل المآسي التي تعيش تعز نتيجه الحصار منذ ثلاث سنوات. نعم. الحصار ليس فقط من منطقه الحوضان كما هو التركيز الرئيسي. تعز تعيش على ثلاث شرايين، الذي الشريان الاول من صنعاء والشريان الثاني من الحديده والثالث من عدن. الحوضان يقطع الشريان الاول والثالث الذي من عدن من صنعاء من منطقه الحوضان، وايضا الحصار يقطع الشريان الرئيسي الذي يجي من الحديده وهو الطريق الفاصل ما بين منطقه حزران مصنع السمن والصابون والبشا حوالي 2 كيلو. نعم. الحصار لم يعد له اي استراتيجيه عسكريه، لان الجانب العسكري والتسليح والامداد العسكري الان اصبح ياتي من عدن عن طريق هيكله العبد. يعني حصار الحوضان وحصار حزران حصار مدني بريطاني لا علاقه له بالحرب ولا علاقه له باخلاق الحرب. الحصار الذي تعاني منه تعز منذ خمس سنوات تذكره وتحرمه جميع التشريعات الثانويه والمواثيق الدوليه، وتحرمه الاخلاقنا كعرب وكمسلمين، يتناقض مع كل المبادئ والقيم التي جايده في القانون الدولي الانساني تتعلق بالحقوق المدنيه وحقوق المواطنين اثناء الحرب. الان المسافه الذي ما بين الحوضان ومدينه تعز ما بين تقريبا الى 5 كيلو، والمسافه ما بين مصنع السمن والصابون بالباشا لا تتجاوز 2 كيلو. نعم. يقطعها المسافر بسيارته ببضع دقائق. اليوم لو المواطن المريض او المواطن المحتاج او الطالب اللي يطلع يسافر صنعاء مر عبر طريق الخروج الجنه، طريق جبليه ووعره فيها بعض الاماكن لا تمر سياره الا سياره واحده. تنتظر بقيه السيارات هنا في الطرف الاخر حتى تمر في يعني المسافه الذي يقطع الطالب الذي يدرس او المريض الذي يسافر الى صنعاء كانت ربع ساعات بالكثير، الان اكثر من 15 ساعه. احيانا يتوفى الافراد في الطريق. مساله دخول الغذاء من الحديده كميناء رئيسي للمواد الغذائيه، اين تمر؟ لا تمر اي شاحنات من عبر الطريق الحديده. المسافر الذي يصل من الحديده الى تعز يمر عبر المخا، الوازعيه، موزع، بني عمر، التربه، يعني المسافه الذي يقطعها تكلف ايضا غير الجهد وغير التعب وايضا التكاليف الماديه. كان المسافر يسافر ب 3000 ريال، الان يسافر ب 15000 ب 20000. نعم. مساله انه الحصار الذي يفرض على تعز، اعتقد انه المشكله الرئيسيه لحد الان هي مبادرات محليه. لم نجد للمجتمع الدولي اي دور، كما عهدنا في سوريا الذي كان يطالب بمرات ومرات ثانيه، في العراق، في ليبيا. الشرعيه والسلطه المحليه بداخل تعز عجزت عن ايصال صوت معاناه المواطن في تعز الى المجتمع الدولي للضغط لوجوده مرات ثانيه. برايك عمر محمد، ما سبب التغاضي عن هذا الامر؟ المجتمع الدولي ليس بغافل عن ما يحدث في تعز، هو يرى الصور ويرى المعاناه منذ خمسه اعوام. برايك لماذا يستمر العالم بالسكوت عن وضع تعز؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟
سيدتي انا لا اكون مبالغا اذا قلت لك بان تعز تلعب دورا محوريا داخل بشكل عام الجمهوريه اليمنيه. تعز عاصمه الثقافه، تعز هي كانت المنطلق بثوره 26 سبتمبر، تعز هي النمر 14 اكتوبر، تعز الثوره الشبابيه في 6 اكتوبر. الان تعز تدفع ثمن ثوريتها، تعز تدفع ثمن نضالها، وكأن التغاضي هذا من السلطة الشرعية والوضع الإقليمي والدولي كنوع من تأديب لأبناء تعز حتى لا يكونوا شرارات الثورات وشرارات النضالات. نعم، إذا محمد عمر كنت معي بن تعز، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر أيضا من تعز معنا، سامي سعيد الأكحلي. مرحبا بك سامي، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا سامي، تفضل. أختي الكريمة، بالنسبة للحصار الذي هو مفروض على تعز الآن والذي له 4 سنوات تقريبا، فإنه قد أثر كثيرا في المواطنين، أثر كثيرا في حياة المواطنين ومعيشتهم، حيث يضطر المسافر طويلة في أماكن وصول حتى العلاج. هذا الطريق سامي، الاتصال غير واضح، يبدو ان هنالك مشاكل في الاتصال. نعتذر منك سامي، سنحاول معاودة الاتصال بك مرة اخرى مشاهدينا الكرام حتى يكون معنا اتصال اخر. نذهب لمتابعة بعض التصريحات التي اجراها مراسلنا في مدينة تعز مع بعض سكان المدينة، لنذهب لاستطلاع هذه التصريحات. المحاصرة والمنكوبة، نود استكمال تحرير ما تبقى من هذه المدينة والسماح للمرضى بالدخول للعلاج داخليا وخارجيا، كلنا مع حملة فك الحصار عن مدينة تعز. أطلقنا شطول من محافظة تعز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى مجالاته هاشتاج بعنوان فك الحصار عن تعز. تعز هذه التي تعاني من حصار خانق دام لمدة 5 سنين، تعز هي تعز الذي عانت من هذا الحصار، تعز عانت من خذلان الكثير من الشرعية من التحالف، تعز هي منطلق الثورة وهي منطلق الوحدة، لا يجب أن تعامل بهذا التعامل، لا يجب أن تعامل بهذا التعامل، فيجب على التحالف دعم قوات الشرعية في تعز لتحرير ما تبقى من هذه المحافظة لينعم أهلها بالأمان. نحن نطالب من قيادة التحالف وقيادة الشرعية بشكل خاص بأن يعجلوا بفك الحصار عن محافظة تعز، فنحن في محافظة تعز منذ أكثر من 4 سنوات نعاني ما نعاني. إذا أردنا أن نذهب إلى مثلا الحوبان نحتاج إلى ساعات طويلة وإلى تبب وإلى أماكن خطيرة، فنطالب بسرعان فك حصار عن هذه المدينة لتعود الحياة، وكذلك هناك كثير من الأمراض يعني يتعوقون في هذه المدينة، فنطالب بفك الحصار وسرعان فك الحصار. يبدو أن الحصار في تعز هو طريقة ممنهجة لإذلال تعز وكذلك لإيجاد الكثير من الأزمات والويلات التي تحيق بهذه المدينة الصامدة والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية. اليوم أبناء تعز يجب أن يتكاتفوا في فك الحصار، وكذلك يجب على الأمم المتحدة أن تسمع وأن ترى أن هذا الحصار القاثم على تعز منذ 5 سنوات اليوم يدخل عامه الخامس، وهذا الحصار أحق بالمدنيين وبالمرضى. تخيل أن تأتي من مناطق بعيدة يعني تأخذ مسافات كثيرة من الكيلومترات بينما هناك، أو من آلاف الكيلومترات بينما هناك كان لا يتجاوز 5 دقائق ما بين الحوبان والمدينة. اليوم أصبح أبناء تعز يعانون من ويلة الحصار. نطالب أولا الدول التحالف العربي أن تسعى في فك الحصار من خلال فك الخط الرابط بين محافظة تعز أو مركز المحافظة ومديريتها الساحلية، وكذلك مركز المحافظة والمديريات التي تقع شرق المدينة كماوية وغيرها. اليوم أبناء تعز يتجرعون ويلات هذا الحصار.
إذا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض آراء من داخل مدينة تعز لأبنائها، تحدثوا فيها عن الأوضاع التي يعيشونها جراء الحصار منذ 5 أعوام. إذا نعود إلى سامي سعيد، مرحبا بك سامي من جديد. سامي، برأيك من يملك الحل بيد من القدرة على رفع الحصار على تعز؟ أختي الكريمة، أهلا بك وسهلا. أختي الكريمة، قرار الحصار قد يكون مشتركون فيه لكن نحن ندعو أبناء تعز في الداخل، أبناء تعز في الداخل إلى استقلالية قرارهم الداخلي ورفع المعاناة عن أبناء تعز، سواء الذين في الحوبان أو في تعز المدينة. لا، يجب عليهم أن يتفقوا على فتح المعابر وفتح الطرقات، وأن ينسوا الضغوط الخارجية، وأن يغلبوا مصلحة أبناء المدينة على مصالحهم الشخصية أو على قاعدة لا غالب ولا معلوم. فأبناء تعز يذكرون هذه الأيام ويذكرون هذه المعاناة ويلعنون أبد الدهر من كان سبب في حصارهم وسبب في معاناتهم وشقائهم. المرضى الذين يموتون في الطرقات والحوادث وغيرها من المشاكل التي تسبب فيها هذا الحصار الظالم والجائر على أبناء المدينة، والذي ليس له سبب معقول يجعلهم يمارسون هذا التعنت على أبناء المدينة، على أبناء هذه المحافظة. نعم، إذن سامي شكرا جزيلا لك. الآن معنا اتصال آخر من عبد الصمد القاضي أيضا من أبناء تعز، مرحبا بك عبد الصمد. أهلا وسهلا مصطفى. أهلا عبد الصمد، سأسألك نفس السؤال الذي طرحته على سامي، برأيك من الذي يملك الحل، من لديه القدرة على حل حالة الأمور في تعز والضغط على الحوثيين لرفع الحصار على هذه المدينة؟ بالنسبة لمسؤولين المتعز في من حصار خانق بالمدينة، يتحمل المشكلة قوى الحرب من الطرفين، من القوى المتواجدة في مدينة تعز والقوى التي متواجدة خارج مدينة تعز وعلى أطراف مدينة تعز. يجب الوصول إلى حل بين هذه القوى المتحاربة لفتح منافذ آمنة لمنافذ إنسانية لتعز، لأبناء تعز، للخروج منها، سواء من دقارة القاصرة أو من المقوات أو من مفرق شرعب، كمنافذ الأقرب للتسهيل للمواطنين أنفسهم، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن الحسم العسكري، بعيدا عن ما يهتفون له من تحرير مدينة تعز، لأن هذا أصبح شيء مستحيل تعز وبعيد من الأفق تماما. يجب الوصول من القوى السياسية وتشكيل لجنة سياسية لتوصل إلى حل واتفاق سلمي لفتح منافذ آمن لمدينة تعز، لأن الخاسر الأول والأخير للمدينة هم أبناء تعز. هناك غلاء في المواد الغذائية بسبب الحصار، هناك أمراض لا يستطيعون الوصول إلى مستشفيات خارج المدينة إلا بشق الأجهد بمبالغ زائدة تماما. من بعد الساعة الرابعة عصرا لا يمكن السفر إلى مدينة الحوبان، أصبحت كدولة خارجة عن مدينة تعز. وخاصة بعد أحداث مدينة عدن، أصبحت تعز مغلقة من جميع الاتجاهات في الوضع الراهن، مغلقة من جهة الجنوب، مغلقة من جهة الشمال، مغلقة من جهة الشرق والغرب، يعاني كل الويلات أبناء تعز. لا القيادة العسكرية بإمكانها أن يأتي لها طيران هوليكوبتر يخرج من مدينة تعز، لكن المواطن الضعيف البسيط لا يستطيع أن يخرج من مدينة تعز إلا بتعب ومشقة أضعف مضاعفة. نعم عبد الصمد، من يتحمل المسؤولية؟ من المسؤول الأول عن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء تعز؟ أنتم من تحملون المسؤولية المباشرة، ومن هو المسؤول عن خذلانكم؟ المسؤول الأول والأخير هو ميليشية الحوثي التي فرضت الحصار في البداية، والمتعاون معهم من داخل سواء أو من الخارج. الآن أصبحت القوة العسكرية والقوة السياسية في مدينة تعز متعاونة، نحملها المسؤولية كذلك، لأنه قبل 5 أشهر وهناك وثائق رسمية من محافظ الحوثيين المعين من ميليشية الحوثي على فتح منافذ آمن لتعز، لكن هناك قوة سياسية في مدينة تعز
رفضت هذه الاتفاقيات ورفضت فتح المنافذ، لا أدري ما الأسباب التي تقف خلفها، هل عدم الثقة بما تقوله ميليشيا الحوثي، هل عدم الأمان، أم هناك جوانب أخرى دعاها لرفض هذه الاتفاقيات لفتح المنافذ في مدينة تعز؟ نعم، إذا عبد الصمد القاضي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من حمدي رسام أيضا من تعز، مرحبا بك حمدي، مساء الخير. مساء النور وشكرا لكم في قناة دقيق وبرنامج المنصة على الاتفاق. أهلا بك حمدي. حمدي، برأيك لماذا تعاقب تعز؟ لماذا يعاقب أبناء تعز؟ لماذا كل هذا الصمت عن الوضع الذي يعيشه أبناء تعز؟ لا يوجد أي مبرر لحصار تعز ولا أي أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية للحصار، فقط من أجل إذلال المواطنين وربما لوقوف تعز في مواقف كثيرة وطنية ذات المعقدة. موضوع الحصار هو يعني ضد كل المواثيق الدولية والقوانين اليمنية، يعني لو ناقشناه من جانب قانوني، الدستور اليمني يكفل للمواطن اليمني حرية التنقل داخل بلده. أيضا هناك قوانين ومواثيق دولية تكفل للمواطنين الحق في التحرك والمرور والتنقل. وموضوع الحصار هو موضوع جريمة حرب يعتبر، حصار المدنيين. صحيح. من بيده الحال حمدي؟ من يستطيع أن يضغط على الحوثيين لرفع الحصار؟ من يستطيع حلحلة هذا الملف؟ يتحمل المسؤولية الأطراف المعنية اللي هو جماعة الحوثي والسلطة المحلية. هم جماعة الحوثي هي المحاصرة، ويجب أن يكون لها موقف رسمي معلن من هذا الحصار ومن فتح الطرق. أيضا السلطة المحلية في تعز يجب أن يكون لها موقف رسمي فيما يتعلق في موضوع فتح الطرق. الجميع الأطراف المعنية هم بشكل مباشر جماعة الحوثي والسلطة المحلية. أيضا المجتمع الدولي يفترض أن يكون هناك دور للمبعوث الأممي للمنظمات الدولية. منذ 5 سنوات وتعز محاصرة ويعاني المواطنين الويل من هذا الحصار. نعم حمدي، ولكن لم نرى موقف يعني جاد من هذه المنظمات، وهي تتحمل المسؤولية أيضا. نعم حمدي، عندما تقول على السلطة المحلية في تعز عليها أن تتخذ موقف، ما شكل الموقف أو التحركات الذي يمكن أن تقوم بها السلطة المحلية في تعز؟ هناك يعني جماعة الحوثي أو أخبار تنشر على أنهم موافقين على فتح الطرق، لكن في الواقع الموضوع يختلف. على السلطة المحلية أن تبدي على الأقل أنه ما فيش معاها مانع، يكون فيه موقف رسمي انه على اساس يبعدون الاعذار التي يقدمها الحوثيين انهم المانع هو اصلا من داخل وليس مننا نحن. فالسلطه المحليه يجب عليها كما عمل المحافظ السابق، كان هناك ايضا موقف رسمي له وشكل فريق يضم مجموعه من النساء والناشطين والوجهات لهذا الموضوع، وكان موضوع رسمي يعني قطع الخط على الحوثيين لاستخدام مبرر ان الطرف الداخلي هو اللي يعرقل. نعم، اذا حمدي رسام شكرا جزيلا لك، شكرا لانك كنت معنا في هذه الحلقه. اتصال اخر من احمد الباشا وهو ناشط شبابي في تعز، ومن لا يرى صور احمد الباشا التي توثق كافة مجالات الحياة في تعز بحلوها ومرها. مرحبا بك أحمد، أنا سعيدة أنك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، أنا أكثر سعادة إن أنا اليوم على قناة بحقيس للحديث على أهم المواضيع التي تخص مدينة تعز وهو الحصار. نعم أحمد، كاميرتك وثقت دائما ما توثق المعاناة في تعز ووثقت مع معاناة وصعوبة التنقل، حدثنا عن ذلك أحمد. في الحقيقة الموضوع الحصار في مدينة تعز هو من بداية الحرب ونحن نعاني من هذا الجانب،
الذي يحاول من خلاله الحوثيين التضييق على المدنيين لإيصال شعور الانزواء والانغلاق في داخل هذه المدينة. كان الحصار كبير على مدينة تعز في البداية، وكان الناس يعبرون الجبال مشيا على الأقدام وعلى وينقلون البضائع والأدوية والأكسجين عن طريق المواشي والحمير الذي كانوا يستخدمونها في تلك الفترة. وانفرقت الأمور نسبيا وفتح الخط مع مدينة عدن، ولكن الآن أصبح الحصار هو يقسم المدينة إلى نصفين. يمكن للأخ أن لا يشاهد أخاه، يمكن أن تموت أمك ولا تستطيع أن تشاهدها وهي على بعد أكثر على بعد 2 كيلومتر. حولوا المسافة التي يقطعها الشخص في ربع ساعة فقط إلى الوصول إلى الحوبان، حولوها إلى أكثر من 6 ساعات معاناة عن طريق الجبال وعن طريق الوديان التي يصعب المشي على الأقدام فيها وما بالك بالسيارات. المعاناة كبيرة، وثقت الكثير من هذه المعاناة، خرجت إلى الطرق سواء الشرقية أو الغربية يعني عن طريق الأقروض، قمت بتصوير المعاناة التي يعاني فيها الأشخاص في السيارات التي والناقلات التي تحاول دخول إلى المدينة، ولكن تعجز في الكثير من الأحيان، وتكون هناك الكثير من الأسر سواء ضحايا في هذه الطريق جراء الانقلاب وعورة الطريق، وكذلك من الناقلات التي يتلف فيها البضائع. نعم أحمد، من تحدث قبلك حمل السلطة المحلية في تعز أيضا المسؤولية، وقال أنهم بيدهم أن يضغطوا للتوصل لاتفاق مع الحوثيين لفتح معابر وأيضا لرفع الحصار عن تعز. ما هو رأيك بهذا الطرح؟ كيف تتحمل السلطة المحلية في تعز المسؤولية؟ هي تتحمل المسؤولية، أولا المسؤولية الأخلاقية كون المدنيين في مدينة تعز هم مسؤوليتهم، لكن تحميل السلطة المحلية فقط لهذه المعضلة ليس من المنطقي. الحوثيين يتحملون الجزء الأكبر. من قبل كانت هناك مفاوضات من أجل فتح الطرق، ولكن هناك كان بعض الخلافات أي الطرق التي سوف تفتح. وأعتقد أن ورقة الحصار في مدينة تعز يراد لها أن تكون مستمرة بهذه المعاناة. لا أدري هل هو من أجل الضغط السياسي أو لورقة للمفاوضات، يعني أنا أعتقد أن يتحمل المسؤولية هي جزء من السلطة المحلية وجزء من الميليشيا الحوثي في الطرف الآخر، ونتمنى من السلطة المحلية تقديم مزيد من التنازلات لاختيار أحد الطرق لفتحها بغض النظر عن التعقيدات التي تقوم بها الحوثيين، وذلك من أجل قطع الطريق عليهم. أنا أتوقع وأجزم أن السلطة المحلية إذا أبدت رسائل إيجابية من أجل فتح الطرق أن الحوثيين سوف يتعنتون. أتذكر في العام 2016 أو في بداية 2017 كان هناك اتفاقية لفتح الطرق وخرج وفد من داخل المدينة واتفقوا على فتح بعض المنافذ، وعند التنفيذ في صباح ذلك اليوم ونحن مجتمعين في أحد المنافذ تواصل عبد الكريم شيبان، أتذكر الأستاذ عبد الكريم شيبان معهم هاتفيا ونحن نسمع، ويقول لهم نحن الآن في الطريق، نتمنى أن تفتحوا من جانبكم، نحن من جانبنا مفتوح، إلا أن الحوثيين أغلقوا هواتفهم وذلك كان واضح أنهم لا يريدون فتح الطريق. نعم، أيضا أحمد تحدثت أن قضية تعز تحولت إلى ورقة بيد أطراف ويراد لها البقاء على ما هو عليه، بيد من هي ورقة قضية تعز؟ من المستفيد من بقاء الأوضاع في تعز على ما هي عليه؟ المستفيد بشكل أساسي هو ورقة كضغط سياسي سواء للحوثيين أو بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي الحوثيين حاليا حينما يفاوضون على ورقة تعز على الوضع سواء الوضع العسكري أو وضع الحصار، يعني حتى أن المجتمع الدولي أصبح يناشد الحوثيين لفتح الطرق، ولكنه يعني بشكل أو بآخر يتهرب من هذه المطالب، وكأنه يريد تحقيق إنجازات على مستوى آخر بمقابل فتح الحصار عن مدينة تعز. نحن لا نعرف البعد السياسي لذلك، ولكن متأكد أنهم يريدون تحقيق إنجازات أخرى بمقابل فتح المنافذ وفتح الحصار عن مدينة تعز. نعم، إذن أحمد الباشا المصور المعروف والناشط الشبابي من أبناء تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من مأرب، هذه المرة نبيل الفقيه، مرحبا بك نبيل. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك، تفضل نبيل.
كما يعرف الجميع أن التعز تدخل ما يقصد دخلت موسوعة الأرقام، ستدخل يعني إذا ما أردنا تداول موسوعة الأرقام القياسية لضمن أطول أنواع الحصار الذي تعرضت له مدن في حروب مختلفة، مثلا في حصار سراييفو أو غزة أو لينغراد في الحرب العالمية الثانية. الآن تكمل عامها الخامس بما يعادل 1500 يوم لأطول أنواع الحصار في التاريخ، مخلفة بذلك وراءها مأساة إنسانية، يعني تخيل من كل الجوانب محاصرة، حصرت من كل الممرات، استطاعت بدماء أبنائها أن تفك الحصار في مثلا المنفذ الغربي، وكان التفاؤل قليل للمنظمات التي كانت تتباكى وتشكي أنها لا تستطيع أن تدخل إلى تعز، فك الحصار بدماء أبناء تعز من المدخل الغربي، ولكن لم تأتي إليها المنظمات، لم تأتي إعانة الشرعية، لم تأتي إعانة التحالف، بمعنى أن حصار تعز هو ليس حصار من حوثي فقط، وإنما هو حصار سياسي، حصار من كل الاتجاهات، وكان يراد لتعز أن تكون مثل ما حدث في عدن وغيرها، لكنها لم ترضخ لذلك، وإلا قد فكوا الحصار وقد دحر الحوثي، لكن لا تريد أن تتحرر من أجل اليمن، أو تتحرر ما ليس من أجل أن تكون بيد أحد أو تكون أجندة من الأجندات كما حدث في الانتقالي وغيرها. تخيلي مثلا منظمات مثلا أطباء بلا حدود في عام 2016 تناشد الحوثيين بفتح الطريق للإغاثات الإنسانية، منظمات هومن رايتس تناشد الحوثيين، كل المنظمات الكبيرة على يعني صادرت الأدوية الطبية التي جاءت من المنظمات الحوثيين، صادروها في المنافذ، صادروها المواد الغذائية. هذا من جانب الحوثي، يعني لا نستطيع يعني كل اللوم على الحوثي، فهو مجرم بالفطرة، وهو لا يأبه أن تحرق تعز أو تحرق اليمن بما فيها، لكن كان أداء الشرعية ضعيف يعني في ما مقارنة بما يحدث أو مقارنة كذا. زاد بالله ما أحدثه التمرد المسلح في عدن، أغلق الباب الذي كان تستنشق منه التعز على فترات متقطعة، حيث كان يتقطعون الأدوية، يتقطعون لأشياء تدخل تعز بين الحين والآخر، لكن الآن صار الحصار أعظم. يعني لو تكلمنا مثلا بلغة أرقام، يعني هذه تعز التي ضحت إلى الآن مثلا حوالي 5000 مدني، هؤلاء عدد القتلى، بينهم 680 صرف، 370 امرأة، عدد المصابين إلى الآن ما يقارب 20,000. هذا كان قبل تقريب لقبل عام، يعني نعم. تخيلي أختي الكريمة، عشرات الألغام أو الآلاف الألغام التي جرعتها ميليشيات الحوثي، 714 مدني، بينهم 32 طفل و 14 امراه، واصيب جراؤها 1130. هذا يحتاجون الى ادويه، يحتاجون الى غذاء، هذا بخلاف الحصار الغذاء للساكنين وغيره، نتكلم عن مآسي الحرب ومخلفات الحرب في ظل الحصار. يعني يعني وزاد الطين بالله مثلا ان تحدث مشاكل او اختلاق مشاكل في داخل مثلا تعز من اجل اجنده اخرى وغيرها، فعلى الشرعيه ان تنظر، التحالف ان ينظر ان معركه تعز هي من يعني اذلت الحوثي، وهي من قهرت الحوثي، والا انه هو وميليشياته لو استسلمت تعز انه كان يكفيها وستكون قوته في الحدود وغيرها، لكن شغلت تعز. وصلت الفكره نبيل، اشكرك جزيل الشكر. للاسف وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، وما زال لدينا فقره مواقع التواصل. شكرا جزيلا لك نبيل الفقي انك كنت معنا في هذه الحلقه. شكرا نبيل. اذا مشاهدينا الكرام، طرحنا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض معكم بعض التعليقات التي كانت في الفيسبوك. اول تعليق من عبد الله يقول: لماذا العالم ساكت طوال سنوات عن هذا العقاب الجماعي والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وحقوق الطفولة وحقوق المرأة؟
وهل هنالك تشابه بين ما يحصل في تعز وما يحصل في قطاع غزة؟ تعليق آخر لأسامة يقول: نتمنى من الجميع العمل على إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز. الوقت من الحبان إلى المدينة كان يتجاوز 20 دقيقة، أما الآن أصبحت 6 ساعات وأكثر، ناهيك عن وعورة وصعوبة الطريق، جبال وسوائل. 5 سنوات وأهل تعز محاربين ومحاربين ومحاصرين من الشمال ومن الجنوب. تعليق آخر من بشير يقول: تعز يحاصرها أعداء الثورة والجمهورية، وتشترك في حصارها قوى الشرعية والحوثيين والسعودية والإمارات وعدن وصنعاء. تعليق آخر لهشام يقول: هشام، أطراف الحرب لم يستطيعوا الاتفاق على فتح منافذ لخروج المدنيين، فكيف سيتفقوا على إدارة البلاد؟ للأسف. تعليق آخر من عمار يقول: حصار تعز والله العظيم إن تخاذل الشرعية وأوامر غرفة عمليات التحالف هو أكبر عائق أمام فتح ممرات للمواطن، وستثبت الأيام ما نقول. إذن كان هذا هو التعليق الأخير. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر كل من تفاعل معنا وكل من كان ضيف معنا في هذه الحلقة. الشكر هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. الشكر أيضا من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقات قادمة. إلى اللقاء.